الصغير يقول ان تبريرات سعيد ما هي الا اشتراح لسرديات قديمه، حديث عن مس من هيبه الدوله، وربما فيما يتعلق بالنواب 116 الذين تستعد او بدات يعني لجنه مكافحه الارهاب، هذه فرقه مكافحه الارهاب ببشوشه بدات الاستماع الى بعضهم اخرهم اليوم النائبين منى العيساوي وعبد الحميد المرزوقي. رغم ذلك صحف دوليه، كبريات صحف في الحقيقه كتبت، نستذكر على الاقل الفورين بوليسيز الامريكيه كتبت منذ 9 فيفري الماضي مقالا بعنوان هل يقتل قيس سعيد الديمقراطيه تونسيا، وكتبت تقول ان البلد الذي اطلق شراره الربيع العربي على ابواب العوده للديكتاتوريه. اليوم فقط صحيفه الراين بفالز الالمانيه صدرت مقالتها بعنوان قيس سعيد فرعون جديد. من نصدق، تأكيدات سعيد من التقارير الدولية التي بدأت من منظمة العفو الدولية للمفوضية السامية للهيومن رايتس واتش، منظمة دولية عدة، وحتى منظمات داخلية أهمها منظمتكم منظمة المرصد الحقوق والحريات بتونس؟ الحقيقة بلا شك أن الشخص لا نحكم عليه من خلال أقواله بل من خلال أفعاله، لأنه قد يدعي الشخص بأنه عادل وأنه يعني متسامح، وأنا أراه فظا قاسيا يعامل خصومه بقسوة، فلا نصدق إلا ما نرى وما نسمع من أعمال الشخص ليس من أقواله شعاراته التي تقول. كان الرئيس بن علي يعني يدعي أنه لا مجال منذ اليوم لرياسة الحياة، لذلك عندما نوفمبر 87، ولكن بعد ذلك راح ينقح الدستور من سنه الى اخرى واراد ان يؤبد في المكان، يفكر حتى في توقيت من خلفه حتى جاءت الثوره واقتلعته واطردته الى منفاه الذي توفي فيه. انا اقول انه الواقع الان يفضح كل هذه الممارسات الديكتاتوريه، محاولات قتل الديمقراطيه كما قالت المنظمات، ولكن اعتقد أن الديمقراطية وإن كانت ناشئة في تونس فإنه لا يسهل اغتيالها ولا قتلها، فهناك مقاومة شرسة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بعض الصادقين الذين ما اختلفت ألوانهم وإيديولوجياتهم هم منصفون، فتجد الآن في الحراك المناهض للانقلاب يساريين، وتجد يعني إسلاميين، وتجد مستقلين، وتجد كل المشارب أو مختلف المشارب التي وقفت الآن مع بعضها في لمناهضة الديكتاتورية، ولم نعتقد يوما أنه ربما يجتمعون في مكان واحد أو تجمعهم طاولة واحدة، ولكن في الأخير هم اجتمعوا، ولعل هذه منة أو هذه من مزايا التقريب الوحيدة. وهو ما أثار استغراب الرئيس نفسه الذي استغرب كيف يجتمع الخصوم. نعم هو نعم أستاذ، شوف يعني المحن يمكن ان يولد منها منح، فمن المنح التي ارى ان التونسيين الان بعد ان جربوا الديكتاتوريه وهذا الانقلاب على المسار الديمقراطي ربما سيراجعون كثيرا من ادائهم السياسي، بعد ان كانوا يقتتلون يترشقون ويتهمون بعضهم وربما لا يجلس بعضهم الى البعض ولا يحاولون ان يقتربوا، الآن ربما هي فرصة جمعت فرقاء ما كنا أنهم يجتمعون بعد الثورة. رأينا سياسيين كانوا على طرفي نقيض اجتمعوا وعلى كلمة واحدة، وحتى الذين شجعوا كما قلت من قبل القيس سعيد باستعمال الفصل 80 يعني، ومنهم حزب التيار الديمقراطي وصديقنا محمد عبو، ندموا أيما ندموا، عضوا أصابع الندم وتراجعوا عن ذلك و اعتقدوا انهم اخطاوا. صحيح لم نشهد اعتذارا صريحا لصديقنا محمد عبو يعتذر فيه عن سوء تقديره او خطئه في تلك الدعوه، ولكن على الاقل لا نكون قاسين كثيرا على الرجل، يعني وجوده في محاكمات عسكريه للدفاع عن عميد كيلاني او بعض المواقف السياسيه التي اصدح بها تنبئ بانه فعلا نادم وانه يتراجع
عن ذلكم الذي المسار الذي ذهب فيه وتلك التشريعات التي بقيت بعض الأحزاب القليلة التي ربما تعتبر أنه لا خلاص لها ولا مكان لها إلا بأن تركب نعم. على ظهر الانقلاب. ربما يأتي يوم وتعتذر وتقول غلطوني كما قال نعم. قبل رئيس الفارق